الراوي يرى كل شيء، يرى تخوم الدنيا، حكيم عليم يعرف كل شيء، يخترق حالك الظلام بثاقب نظره، يدرك الأسرار، يعرف ما يخفى على الناس. جاء بأخبار الأولين، بأخبار ما قبل الطوفان، جال في الأرض طويلا أضناه التعب، وعلى ألواح من حجر دون ما فعله وما رآه. بنى أسوار أوروك هيكلها المقدس، بنى أسوارا عجيبة لم يبني مثلها الناس. الآلهة العظيمة خلقت جلجامش كأعجوبة. بهذه الكلمات تبدأ القصيدة الملحمية من آداب بلاد الرافدين، لتكون عنوان الحضارة البابلية القديمة. جلجامش تعتبر أقدم الأعمال الأدبية في العالم، كتبت على 12 لوحة طينية بخط مسماري، ويوجد أكثر من نسخة منها، أقدمها يعود للحقبة السومرية، ولكن أكثرها اكتمالاً يعود للحقبة البابلية، كتبت منذ حوالي 2500 إلى 2800 سنة قبل الميلاد من قبل كاهن اسمه شين أقي. تبدأ الملحمة بالحديث عن تكوين جلجامش ملك أوروك العظيم والظالم الذي كان ثلثاه إله وثلثه بشري، ويتحدث الشاعر العراقي فوزي كريم عن نشأة وخلق جلجامش. حين كان سيو كيروس، وهو تحريف ربما لاسم كذا إلى آخره، جدا لجلجامش، كان هذا ملكا على أهل بابل. قال الكلدانيون بأن طفلا ولد من ابنته، ابنة الملك، سوف يجرد الجد من مملكته. خاف الملك من ذلك ففعل ما فعله أكريسيوس مع ابنته، وضع ابنته ووليدها في صندوق وأرسلهما إلى البحر ليغرقا فيه، لأنه راح يراقب ابنته بحرص شديد، ولأن القدر أذكى من البابليين عادة. حملت الابنة من رجل لا يعرفه أحد وبصورة غاية في السرية، ولكن الحراس انتبهوا للأمر فأخذوا الطفل خشية من الملك وقذفوا به من أعلى القلعة. أما الابنة المذكورة آنفا فرميت في السجن. حدث حينها أن نسرا بحكم حدة بصره رأى الطفل وهو يسقط، فأسرع إليه قبل ارتطامه بالأرض وأسنده على ظهره، ثم جاء به إلى إحدى الحدائق وهناك أنزله برفق. ولكن حين رأى حارس الحديقة هيئة الطفل الحلو وقع في حبه فأخذه وتكفل بتربيته. كان الطفل يدعى جلجامش وأصبح ملكا على البابليين، طفل يعتبر السومريين يملك ثلثي إله في تكوينه وثلث بشر. ألقى الرعب في قلوب الناس، بغى وظلم، لم يترك ابنا لأبيه، لكنه راعي أوروك فهو راعينا، لم يترك فتاة لحبيبها ولا ابنة لمقاتل ولا خطيبة لأحد. بغى وظلم، فضج البشر بالنواح، أناتهم بلغت الآلهة في السماء، نادوا أورور العظيم، خلقت جلجامش، هل خلقت له غريم يصارعه باستمرار؟ فتجد أوروك الراحة والهدوء. في بداية القصة كان جلجامش ملكا ظالما وغير محبوب من شعبه، دعا سكان مدينة أوروك الآلهة من أجل التخلص منه. استجابت الآلهة لصلواتهم وقامت الإلهة أورور بخلق رجل بدائي اسمه أنكيدو ليكون ندا لجلجامش. فضاقت المدينة ذرعا، بدوا يشكون يطلبون من الآلهة المعونة، يعني هذا هتك أعراض الناس، هذا البطل الجميل الفتي إلى آخره. فطبعا تجتمع الآلهة وتتفق على خلق كائن آخر حتى يقف في وجه جلجامش، هذا الكائن يملك ذات القوة إلى آخره. فتوصى إحدى الآلهات في أن تتكفل بصناعة هذا، فتأخذ حفنة من الطين وتشتغل عليها وتكون الإنسان هذا البدائي جدا شبيه بالحيوان وتلقيه على الأرض أنكيدو. لكن الملفت للنظر في بداية هذه الملحمة أنه أنكيدو خلق من طين، هو إنسان ابن الأرض، في حين جلجامش
نصف إله. شعر رأسه شعر امرأة وظفائره سنابل قمح، لم يرى إنسان رفيقه الحيوان، يرعى العشب مع الأيائل ويرتاد الماء مع القطيع. رآه مرة صياد فارتاع، ورآه ثان ثم ثالث انتشر خبره. هناك حيوان إنسان عند مورد الماء مع القطيع. أحد الصيادين يشكو من أنكيد الذي يخرب مصائده ويعين الحيوان على الفرار منه. بهذه الشكوى يحضر الصياد إلى والده وبعدها إلى جلجامش، فينصحاه باصطحاب غانية من المعبد، فالغانية تروضه. فصار الاتفاق، والعجيب أنه جلجامش كان هو أحد المستشارين في هذه النقطة، فقال لهم أحسن شيء صيحوا شمخة أو شامات اللي هي إحدى عاهرات المعبد وأرسلها، قالها أخذي معاك نبيذ. طبعا النبيذ كان سيد المواقف في ذيك المرحلة. تأخذين معك خمرة وتغوين بطريقة المرأة المعهودة هذا الكائن حتى تجيبي للمدينة. فراحت والتقت طبعا حتى تغوي تتعرى أمامه وتظهر مفاتنها، فإنكيدو طبعا استثير ونام معها 7 أيام و7 ليالي كما تروي الأسطورة. ثم سقته خمرا فاستمتع والتذ، لكن في نفس اللحظة حس صار عنده خوار وتعب وجهد، يعني ما عادت نشاط الحيواني كما كان. في الواقع هو بدأ يتهذب نشاط الحيواني إلى نشاط إنساني فيصير أضعف. في هاي اللحظة أنه هذا التعب هو الحقيقة لحظة الانتقال من الكائن البدائي قبل يقظة العقل والمدركات الإنسانية، قبل هاي اللحظة إلى إشراقة شمس العقل، لحظة عجيبة. يعني غلمت شمخات أنكيدو التحضر، وحينها رفضت الحيوانات مصاحبة أنكيدو وأصبح جزءا من عالم الإنس. قامت شمخات بتعليم أنكيدو عن حياة البشر، وعندما علم عن ظلم جلجامش غضب وأراد وضع حد له. سافر أنكيدو لأوروك وقام بمصارعة جلجامش، وكانت الغلبة لجلجامش، ولكن أصبحا صديقين، ويقترح جلجامش على أنكيدو أن يسافرا إلى غابة الأرز المحرمة على البشر لذبح حارس الغابة نصف الإله خومبامبا لكسب الشهرة والصيت. فيذهبا معا إلى الغابة ويتصارعان مع خومبامبا ويتغلبان عليه بمساعدة إله الشمس، ومن ثم يقتلانه ويقتطعان أشجارا من الغابة لبناء بوابة ضخمة لمعبد الإله إنليل، وقاربا للعودة لأوروك. ولد عودتهما تقع عشتار آلهة الحب في حب جلجامش، وتعرض عليه الزواج، ولكنه يرفض بسبب سوء معاملتها لعشاقها السابقين كالإله تموز، فتغضب عشتار. تزين جلجامش بأحلى الحلي وطلع شاب آسر الجمال، بطل هذا الحدث المعجز في قتل خامبابا. في تلك اللحظة عشتار أخذت بجمال جلجامش فصارت تدعوه إلى الزواج منها. طبعا هو أبى أن يفعل هذا، أنكر زواج عشتار وهاجمها بأقذع السباب. فلما يرفض طلب عشتار، عشتار تغضب وتهان وتروح لأبيها شاكية، فتطلب من عنده ثور السماء. ثور السماء أيضا بعنصر إلهي، فيعطيه إياه، فتبعث على أوروك حتى هي تحذر أبوها تقول لا لم تعطني ذا ثور السماء سأحطم بوابات العالم السفلي وأطلق الموتى فيأكلون الأحياء. طبعا يعطيها الثور ويهجم الثور المخيف المريع على جلجامش وأنكيدو، ويتم صراع بيناتهم إلى أن يستطيعون أن يقبضوا عليه، إلى أن أنهكوا الثور وقتلوا. وصرخت عشتار ونددت بهم، فأنكيدو زاد الطين بلة، قطع رجل الثور ورماها على عشتار، على وجه عشتار. فرجعت الآلهة مرة ثانية شاكية إلى أن قرر الآلهة أن يقتلوا القاتل. الراوي
تجتمع الآلهة وتتفق على أن تعاقب أحد الصديقين أنكيدو أو جلجامش، فيقررون معاقبة أنكيدو لأنه بشر، أما جلجامش فدم الآلهة يجري في عروقه. يمرض أنكيدو ويموت، ويحزن جلجامش لموت صديقه العزيز. أنكيدو، خيالي لم يعد يكفي لأكمل رحلتي، لابد لي من قوة ليكون حلمي واقعيا. هات أسلحتي، ألمعها بملح الدمع. هات الدمع أنكيدو، ليبكي الميت فينا الحي. من أنا؟ من ينام الآن أنكيدو؟ أنا أم أنت؟ آلهتي كقبض الريح، فانهض بي بكامل طيشك البشري، واحلم بالمساواة القليلة بين آلهة السماء وبيننا. نحن الذين نعمر الأرض الجميلة بين دجلة والفرات ونحفظ الأسماء. كيف مللتني يا صاحبي وخذلتني؟ ما نفع حكمتنا بدون فجوة؟ ما نفع حكمتنا؟ على باب المتاهي خذلتني يا صاحبي فقتلتني، وعلي وحدي أن أرى وحدي مصائرنا، ووحدي أحمل الدنيا على كتفي ثورا هائجا، وحدي أفتش شرد الخطوات عن أبديتي. لا بد من حل لهذا اللغز. بعد موت أنكيدو بدأ جلجامش يفكر بمصيره، إذ كان يعلم أنه ليس خالدا كباقي الآلهة، فقرر إيجاد إنسان يدعى أونتابشتم لمعرفة سر الحياة الأبدية. وبعد رحلة طويلة ومليئة بالمصاعب، مرورا من جبل العقارب وانتهاء ببحر الموت، يلتقي جلجامش بأونتابشتم، فيحدثه الأخير كيف قررت الآلهة التخلص من البشر عن طريق الطوفان، ولكن إله الحكمة إيا أفشى مخطط الآلهة. جاء لأونتابشتم وأمره أن يبني قاربا عملاقا ويأخذ زوجين من كل كائن وعائلته وبذور النباتات، وقرر الآلهة منح أونتابشتم الخلود، فيطلب منه جلجامش سر الخلود، فيقرر أونتابشتم أن يعطي جلجامش اختبارا بأن يبقى مستيقظا لمدة أسبوع، وإذا أنهاه سيصبح خالدا، ولكنه يفشل على الفور. ويلتقي بأوتنابشتم. أوتنابشتم هو الإنسان الوحيد الخالد، أو اللي كتبت الآلهة عليه أن يخلد. حينما يسأل ليش أنت بقيت من دون البشر، يحكي له قصة الطوفان. هم يقول له غضبت الآلهة على البشر وأعطوني أنا، لأنه كنت أكثرهم إخلاصا، أعطوني شانس أنه أبني سفينة. وبنى السفينة، وبعدين لما جاء الطوفان الكبير وراحت على جبل نصير قعدت السفينة طلع، فقال له هذا فرصة أتيحت لي ولن تتاح لأحد، وأنت إنسان كتب عليك الزوال مثل كل البشر. زوجته حنت على جلجامش الشاب اليافع اللي، فأثارت حماس أوتنابشتم في أن يحكي له سر البقاء، فيقول له على هذه النبتة. قل له نبتة في بحيرة، يصف مكانها، تروح طلع النبتة تأكلها فتتجدد حياتك. يصل للبحيرة ويشد على رجله حجارات حتى يقدر ينزل لتحت، فيشوف النبتة يقتطعها ويطلع متعب، يخلي النبتة أمامه جاي جنبه وينام. تجي الحية أفعاد تشوف النبتة تأكلها وتهرب. أكلت الأفعى عشبة الخلود، وبكى جلجامش لسوء حظه وعلى مجهوده الضائع، ويرجع خاوي اليدين حزينا إلى أوروك. وفي طريق العودة يشاهد السور العظيم الذي بناه حول أوروك، فيفكر في قرارة نفسه أن عملا ضخما كهذا السور هو أفضل طريقة ليخلد اسمه. وفي النهاية تتحدث الملحمة عن موت جلجامش وحزن أوروك على وفاته. كم من الوقت قضى منذ اكتشفنا التوأمين، الوقت والموت المرادف للحياة، ولم نزل نحيا. كأن الموت يخطئنا، فنحن القادرين على التذكر، قادرين على التحرر،
سائرون على خطى جلجامش الخضراء من زمن إلى زمن. كل شيء باطل، فاغنم حياتك مثل ما هي برهة حبلى بساهلها تمل عشر المقدر. عش ليومك لا لحلمك، كل شيء زائل، فاحذر غدا وعش الحياة الآن في امرأة تحبك. عش لجسمك لا لوهمك، وانتظر ولدا سيحمل عنك روحه، فالخلود هو التناسل في الوجود. وكل شيء باطل أو زائل، أو زائل أو باطل. الراوي، الراوي كل سبت اثنين وخميس يقدمه عبد الله الجباوي. إخراج غسان ياغي. عبر المدينة FM.